لقبته بعض وسائل الإعلام الغربية بأشجع رجل في السعودية، فالدعوة التي أطلقها ناشطون عبر شبكة الإنترنت لإحياء يوم للغضب على آل سعود في مارس من العام 2011 لم يجرؤ أحد على تلبيتها سوى رجل واحد تحدى عساكر آل سعود وذهب إلى ساحة الاعتصام المقررة أمام ديوان المظالم بالرياض. لم يكتفي بذلك، بل إنه تحدث في المحظورات، فالحديث عن الحرية محظور في مملكة الرعب السعودية. إنه الناشط خالد الجهني الذي كلفته تلك الكلمات حريته إذ اعتقل ثم انتهى به المطاف في المنافي. يسرنا اليوم أن نلتقي بخالد الجهني في مدينة لندن. أهلاً ومرحباً بك أستاذ خالد. حياك الله. يعني في بداية هذا اللقاء يعني نود أن تحدثنا عن وضعك الشخصي، يعني قبل أحداث مارس 2011، عن عملك، وضعك العائلي، هل كانت لديك مثلاً نشاطات اجتماعية، نشاطات سياسية؟ خالد الجهني أب معلم لديه 5 أطفال، ناشط بشكل حقيقي لما أكون ناشط، أستمع أخبار المعتقلين، أستمع أخبار الحركة، حركات الناس، حركات الاحتجاج، حزين كثير لأمور تحدث في بلادي، غياب الديمقراطية، غياب الحرية، وضع الفساد، ملفات فساد الدولة الإدارية والمالية، حال المجتمع، الفقر، الفساد، الخدمات الاجتماعية السيئة، كل هذه كانت تشغلني مثل أي إنسان في ذلك البلد يفكر بهذه الأشياء، من ناحية أنه أب مستقبل أطفاله، عائلته، حاجتهم للرعاية وهكذا. أما نشاط حقيقي لما كنا ناشط. إذن لماذا أنت الوحيد اللي استجاب لتلك الدعوة يعني أصدرها شباب على الإنترنت مع انطلاق الربيع العربي والثورات في مصر وتونس؟ تفضلت وقلت حالك كحال أي مواطن يشاهد الظلم والفساد، يعني لماذا أنت الوحيد الذي استجاب لتلك الدعوة؟ في الحقيقة من باب الفضول أنا ذهبت لهذا المكان، وكنت كل مرة يعلنون عن وجود وقفة احتجاجية أو مظاهرة كنت أذهب إلى المكان وأنظر ما يحدث، أرى التواجد الأمني، أرى العسكر، أرى المباحث، أردت تجمعاتهم وانتظارهم لأي قادم، كنت أتفرج على كل ذلك دون أن أتوقع أن يكون هناك شيء فعلي، لأن في دولة قمعية مثل السعودية معروف مصير أي إنسان يفكر في الاحتجاج أو التظاهر أو أي عمل يزعج مزاج السلطة. يعني هي الدعوة أطلقت قبل في ليلة 11 مارس للتجمع أمام يعني ساحة الاعتصام أمام ديوان المظالم، يعني كيف كانت الأجواء بذاك اليوم؟ هل كانت السلطات مثلا تتوقع خروج آلاف يعني على غرار ما خرج في مصر؟ كيف كانت استعداداته يعني للتعامل مع مثل هذه الدعوة؟ والله في الحقيقة مزاج الدولة عندنا يرتاب لأي حركة اجتماعية ويتشكك في أي وضع، وسيما أن المنطقة كلها كانت تموج بالاحتجاجات والمظاهرات، وكانوا يأخذون كل شيء على محمل الجد، وكانوا يتأهبون تأهب، كانوا يخوضون حرب في ذلك اليوم. إذن أنت جئت إلى الساحة منعت من الوصول لها مرة أو مرتين ونجحت في المرة الثالثة، يعني حسب ما قرأنا في وقتها. إذن بعد ما وصلت إلى الساحة ما كان شنو العمل اللي كان بنيتك انه تريد تقوم به عندما تصل الى الساحه؟ والله في الحقيقه انا ما كنت انوي ولا افكر ولا اخطط لاي عمل ما سوى ان اذهب وانظر الى حاله التاهب الامني المعتاد في كل مره ينادى فيها لوقفه احتجاجيه او مظاهره. الذي حصل انه تعامل الشرطة معي في ذلك الموقع كان بغاية الخشونة في كل المرات التي أقف أمام كمين من كمائن الشرطة، كنت
أسأل، يحقق معي، أنزل من السيارة، أفتش، يعبث بسيارتي بشكل مستفز. يعني هل كنت معروف لديهم أنه لا أنت؟ لا، لم أكن معروف لديهم مثل أي المارة، لكن كانوا يتعاملون مع أي مار في تلك المنطقة بشكل خشن، كأنه بيان أنه لا أحد يمر ولا أحد يأتي لهذا الموقع. يعني إذن أنت من جيت وما شفت واحد، يعني ماكو استجابة للنداء اللي أطلق دول الشباب سموه يوم الغضب، يعني هل أصبت بخيبة أمل خلتك تدلي بمثل هذه الأحاديث القوية للبي بي سي؟ يعني كيف أدليت بها لهؤلاء؟ الحقيقة لم تكن هناك خيبة أمل، أنا لم أتوقع أصلا حضور أحد، لكن الذي حدث أني استفزت من قبل الشرطة، الأمر الذي جعلني كنت في غاية المزاج الحاد والغضب لمجرد تعاملهم الوحشي معي. فبالصدفة أيضا رأيت الإعلاميين، وبالصدفة البحثة وقرار اللحظة نزلت من سيارتي وانطلقت لهم. فبدأت تتحدث عن أجواء الحرية، وبدأت تنتقد أنه عائلة آل سعود والأمراء لا يمكن للمواطن أن يعني أن ينهي أي معاملة أو لديه طلب إلا إذا كانت لديه، يعني تتحدثت في المحظورات في السعودية اللي لا يمكن، يعني لا يمكنك أن تمس العائلة الحاكمة، هل كنت تعي عواقب ذلك؟ وبمجرد أنك تتحدث عن المقدس السعودي والعائلة المقدسة الذي يتعامل معها مبجلوها على أنها آلهة تعبد، مجرد الحديث عنها انتهت خياراتك في العودة، دخلت الآن في طريق لا رجوع. هل أنت كنت مصمم على الدخول في هذا الطريق عندما أدليت، أم كانت حالة غضب؟ أبداً، خرجت من منزلي لأداء الصلاة في تلك المنطقة والعودة بدون أي شيء، لكن الذي حدث حدث. نعم، إذن بعد ما تحدثت وكنت تتوقع النتيجة، كيف تصرفت بعدها؟ يعني احكينا عن قضية اعتقالك، كيف تم اعتقالك بعد الحادثة؟ يعني كم مرة، ساعات، أيام؟ الحادثة كانت الثانية ظهراً، مجرد مغادرتي الموقع استوقفتني سيارة مرور وطلب مني الشرطي ربط حزام الأمان ريثما تأتي سيارة المباحث لمتابعتي ومرافقتي إلى المنزل، ومن ثم القبض علي. لكني في الطريق أضعت عسكري المباحث وذهبت إلى المنزل وأدخلت سيارتي المنزل وبلغت أهلي بما حدث وأخبرتهم أن المسألة مسألة وقت حتى يأتي المباحث لأخذي وزجبي في السجن، وهو ما حدث في الساعة الرابعة من نفس اليوم. بعد ساعتين في نفس اليوم. كيف تم، احكينا عن ظروف اعتقالك، كيف تم اعتقالك؟ يعني كيف اجوا اعتقلوك؟ يعني هل فتشوا المنزل؟ يعني حسب ما سمعنا في ذاك الوقت تم مصادرة أجهزة الحاسوب اللي عندك وبعض يعني بعض الأمور الأخرى المتعلقة بك، وتم أخذك إلى التحقيقات، إلى مبنى التحقيقات. يعني هل تحدثنا عن كيفية الاعتقال وفيما بعد ما حصل معك في التحقيق؟ يعني ما هي الأسئلة التي وجهت لك؟ كيف تم التعامل معك في الاعتقال؟ أتوا وطرقوا المنزل، رد عليهم ابني من الباب وأخبرهم ابني أني غير موجود في المنزل، فخرجت فورا وقلت لابني لا تكذب أنا موجود وها أنا ذا. كان ابني يحاول أن يحميني منهم لكن محاولة يائسة من طفل. خرجت لهم أنا خالد الجهني، تفضلوا ماذا تريدون؟ طبعا بدون إظهار أي مذكرة اعتقال أو شيء، كما يجري الاعتقال عندنا بشكل همجي، يعني لا تبرز لك بطاقة اعتقال ولا تتلى عليك التهم ولا شيء، تأتي المباحث وتأخذك من منزلك بلا أي تهم ولا أي مذكرة اعتقال.
لأنك لا تعتبر إنسان في ذلك البلد. ما هي أهم الأمور اللي تم مصادرتها من البيت؟ الحقيقة دخلوا المنزل وكانوا يعني يعرفون أن لعلهم يعرفون سلفا أني لست بذلك الأهمية، فركزوا فقط على نظرة عامة للمنزل، أخذوا متعلقاتي الشخصية، حاسوبي الشخصي وجهاز الجوال الخاص بي. إذن بدأت فيما بعد رحلة التحقيق، يعني أرجو أن تحدثنا عنها بالتفصيل، كيف تم التحقيق معك وكيف تم نقلك فيما بعد إلى سجن حائر، ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم.